بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. ونبداو ببرج العذراء. انت شخص قريب للقلب لكن خصك الحذر من المقربين لك، وعاطفيا انت بحاجه لعشاء رومانسي يجمعك مع شريك حياتك. وفاش يطلب منك مديرك في العمل بعض التغييرات ما تحاولش ترفض، وبقى ديها شويه في صحتك وقوم ببعض التمارين الرياضيه كالمشي. ونمشيو لعند برج الاسد. ما تعطيش النصائح اللي ما كيستحقهاش، وما تبقاش تحكم على الاخرين بسهوله. غتجيك فرص جديده باش تحسن وضعك في العمل، فما تزقلهاش. كثر من شرب الماء وما تبالغش التمارين الرياضيه. وحياتك العاطفيه حاول ما تدخلش اي طرف ثالث الاشكاليات اللي كتخصك مع الشريك. وبالنسبه لبرج السرطان، ما تيأسش وحاول تبذل مجهودات كبيره باش توصل للهدف اللي كتطمح ليه. ومارك على سبه، خاصك غير علاش تقلق. هاد التوتر غيسبب لك شعور غير مريح، ولكن ما تكبش غضبك على زملائك، ما تتعاملش معهم بقسوه وراعي ليهم وكن متسامح معهم. وعاطفيا حاول تجلس مع شريك حياتك وتحدث معاه في المواضيع اللي زعجك. وانت يا جوزاء كن متفهم وما تبقاش تجادل وتقابح جميع الامور اللي ما عندكش فيها درايه. وشكون في حالك اليوم غادي تحصل على راتب جديد لانك متابر في العمل، فالصمر هكذا. وعاطفيا انت بحاجه لفتره تبتعد فيها عن الحبيب ديالك، فخرج للتنزه مع راسك بين احضان الطبيعه. واش انت ديما هكا سي تصور؟ ما تكونش اناني وساعد اللي محتاج لك في ظل الظروف الصعبه اللي ممكن يمر بها. واعمالك المهنيه كتعرض لبعض العراقيل اللي كتسبب لك التوتر، فإلا حسيتي بوعكه صحيه صارع وشوف شي طبيب. وفي حياتك الخاصه تكيس على حبيب القلب وجلس معاه وصارحه. ونمشيو لعند برج الحمل. تعامل مع الاخرين بكل لطف وما تكونش عصبي على الاطلاق، حيت هادشي غيأثر عليك وعلى صحتك. وفي عملك انت شخص مميز، فالصمر هكذا وما تضيعش الفرصه المتاحه امامك. وعاطفيا ربما غتواجه بعض المشاكل مع اللي كتحب، فما عليك غير تعامل معاه بالخاطر حتى توصل للحل الانسب. وبالنسبه لبرج الحوت، كن متاني جدا واسمع للاخرين دون تدخل وتجنب الخيبات، ونسى عليك اعطاء الاراء المشاكسه. والبدانه ما كتضر غير مولاها، فحاول تبدا بحميه غذائيه لاستعاده ترى شخصك وعلاقتك بالشريك في اجمل اوقاتها. والتفاهم بيناتكم كيبلغ الذروه، فحاول تكون اكثر شفافيه ووضوح معاه وتجنب الغموض اللي كيخلق الكثير من الحواجز. وكثره الزيارات المتبادله واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات اجنبيه كتصب كلها في مصلحه برج الدلو، فانت محتاج اللي يقدم لك النصائح القيمه باش ما تبقاش متشبت بارائك الخاصه. وكل تعديل على الصعيد العاطفي كيصب في مصلحتك، فابتعد على جو الخلافات والمشاجرات حيت هذا كيسبب لك القلق. وبرج الجدي اليوم ماشي في نهاره وكتواجه مشكله مع المناعه هاد الايام، فحاول ما تتعرضش لاي امراض او تهاون في صحتك. ومن الافضل تمنح لنفسك قسط من الراحه والاسترخاء باش ما تزادش مشاكلك. يومك غيكون مزدحم بالاعمال والمهام، ولكن هذا ما كيعنيش تقصر في حق الناس اللي كتهتم لامرهم. وفي حياتك الخاصه تبادل الاحاديث العميقه مع الشريك هو الحل لوصول التفاهم التام معه. ونجيو لعند برج القوس. تهربك الدائم من المواجهه ما غيحلش مشاكلك، خاصه ان شريكك على وشك الانفجار، والا وقع هادشي غتخسروا بزاف د الحوايج وما يمكنش ليكم الاستمرار. فخاصكم توقفوا اللحظات وتواجهوا بعضياتكم وتكلموا بصراحه على الامور اللي كتسبب لكم الاستياء والاحباط. وصلنا لعند العقرب. غتقدر تطلق اعمال جديده ومشاريع ومنتوجات غتستمر حتى لاواخر الشهر، واحد المقربين منك غيطلب مساعدتك بشكل مستمر بشان مشكله تعرض ليها، فما ترددش مد يد العون ليه. وخاصك تعرف بلي الابتعاد على الاطعمه الغنيه بالدهون المشبعه والمهدرجه الضاره مثل اللحوم والمقالي كتضر الصحه وكتاثر سلبا في المزاج. وربما يسمح لك اليوم شريكك على خطأك إلا حس أنك نادم من قلبك، وراك غتواجه مشكلة مع النوم، مشكلة التركيز، وهذا راجع لنظامك الغذائي، فحاول تجنب هاد الأطعمة. ونختمو ببرج الميزان. اليوم غادي تتحرر من قيودك وغتلاقى بالحب ديالك وتفرح بإنجازاتك، كيف ما غتعلن على إطلاق مشروع جديد وتمارس النفوذ. لكن حاول كسر القيود والتقاليد اللي كنتي غادي عليها من قبل، وراك متشوق لتمضية أجمل أوقات مع الشريك. بهذا مشاهدينا كنختمو شنو قال زهركم اليوم، وغادي تعرفوا شنو كيقول زهركم غدا مع ايمان على شوف تيفي.